إصلاحات الأسد شملت الآلاف والآلاف من العائلات السورية، وهذه واحدة منها. زوجات أرامل، أمهات ثكالى، أطفال يتامى، كانت حصة هذه العائلة. أولاد شوفت عينك هاي أمو، وعود أولاد وما عنا معين، والله ولا عنا ليكنا مصوت ولا عنا شيء في الدنيا، كان المعلمنا يشتغل لنا ويقدم لنا، ما تم حدا عنا. شوفت عينك يا عين خوتك، والله روحتنا بالوين، وأربان اسمه الله، أربان اسمه يا رب الكريم. بشور الله مخلي حدا ولا مخلي حديني، أربان اسمك يا الله، كان الله يفيدها من عنده، أربان اسمه الله. بس يا رب القديسي أصلح من يوم درعوا، من يوم الأطفال كان أصلح، وما يتم الأطفال، ما يتم أطفال العالم كله. يا والله ما هاي والله صار بالملايين، لا ولا يا ولد، أنا ما يصلح، كان من يوم درعوا أصلح، وما خلى يصير شيء بطول، ولا كان حدا يجد وراه، بس ما خلى حدا إلا جرح، وما خلى حدا إلا يكتم، وما خلى يأسفه. أبوك وين حبيبك؟ وين حبيبي أبوك؟ أبوك هذا النموذج أصبح شائعا جدا في كافة أنحاء سوريا بعد 15 من آذار وإعلان بدء مسيرة الإصلاح. نور العبدو، شبكة أخبار إدلب، جبل الزاوية.